لكن تعلم أن النهي عند علماء الشرع وعلماء اللغة أنه هو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى على وجه الاستعلاء، كما يقول الوالد لولده لا تفعل هذا، هنا نهي له. لما؟ لأن مرتبة الأب أعلى من مرتبة الابن، لكن هنا هو طلب من المخلوق، يكون المطلوب الله الخالق ويوجه طلب الترك من المخلوق إلى الخالق من الأقل إلى الأعلى، لا يمكن. ومن ثم فإن أهل اللغة يقول البلاغيون يقول قد يخرج النهي عن هذا لعدة اعتبارات، من بين هذه الاعتبارات الدعاء. إذن هنا اللا دعائية ليست ناهية، وإن كانت تأخذ حكم النهي من حيث الإعراب فيتزم الفعل المضارع، لكن هنا ليس نهيا من المخلوق لله عز وجل، وإنما هو دعاء. وهذا كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فيكون النهي خارجا عن أصله لعدة اعتبارات ذكروها رحمهم الله، لكن الذي يهمنا هنا أن من بين الاعتبارات هو الدعاء.